الجمعة الأولى من شهر إبريل ده يوم اليتيم. دلوقتي هنشوف مع حضراتكم تقرير عمله زميلنا محمود جميل عن الاحتفالية اللي نظمتها دار الأوبرا المصرية احتفالا واحتفاء بيوم اليتيم. دار الأوبرا المصرية في شهر رمضان لها طابع خاص من الفعاليات المبهجة والجميلة، لكن الأجمل إن الأجواء الحلوة دي تتزامن مع الاحتفال بيوم اليتيم، يوم عيد كل الناس بتتجمع فيه عشان يحاولوا يبسطوا الأطفال بفقرات وعروض فنية ويأكدوا على رسالة عنوانها أنت مش لوحدك. أنت مش لوحدك عنوان المبادرة اللي أطلقتها وزارة الثقافة لدمج ذوي الهمم في الأنشطة المجتمعية والفنية المختلفة، والاحتفالية دي كانت بمشاركة الأطفال الأيتام بهدف التأكيد على اهتمام الدولة بهم ودعم قدراتهم ومواهبهم. وبدأت الاحتفالية بمحاضرة عن كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين، وكمان التأكيد على التكاتف بين أفراد المجتمع. يعني المبادرة دي مش بس يعني بتستهدف فئة محددة، هي بتساعد لو في يعني أطفال في أمراض معينة من 57 إلى 57، بتستهدف أطفال من الدور الاجتماعي وديار الأيتام. النهاردة يعتبر الدورة 16 لمبادرة أنت مش لوحدك، ودي مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة، والهدف منها هو التعامل مع المجتمع المدني مع أولادنا فرسان التحدي ذو القدرات من مختلف التخصصات، يعني فاقد السمع، فاقد البصر، فاقد الحركة، الأجزاء المختلفة. النهاردة المبادرة فيها أكتر من جانب أو أكتر من فقرة. كان عندنا النهاردة زي ما قلت كان في محاضرة عن دور التكاتف بين الأفراد المجتمع كلهم، وكان عندنا ورشة فنية الأولاد عملوا فيها رسم، وكان رسم النهاردة مخصوص، احنا كنا بنتكلم عن العرايس بتاعة سور مسجد ابن طولون. احنا سعداء وفخورين باننا بنتعامل مع الفرسان الابطال اللي ويانا من ذوي الهمم، لانه والاصحاء برضو ويانا، لان دي مبادرة محترمة جدا جدا جدا، بيشارك فيها قطاع الفنون التشكيلية مع المتاحف، بيشارك فيها مع الاطفال اللي فقدوا حد من ذويهم، بنعتبرهم من الايتام. المبادرة بنعلم الاولاد فيها الرسم والاشغال الفنية، لان اساسا مركز رمضان الثقافي او المراكز الثقافيه عامه في قطاع الفنون التشكيليه بيقوم فيها ورش باستمرار فنيه وندوات ثقافيه وورش مختلفه سواء مسرح او رسم او شعر. تمام، المره دي كان في فيلم كرتون طبعا بالتعاون مع سينما الهناجر، فالاطفال الاول بداوا بالتكريم لحفظه القران، وكان في شيخ قال زي ندوه عن يوم اليتيم، وبعدها حصل الافطار، وبعدها في فيلم كرتون للاطفال بيتعرض، هيبقى حاجه برضو كلها يعني تربوية. يعني بنحاول ان احنا ننسق اليوم دوت مع المشرفين او الراعين اليوم ده، من اول ما بيبتدوا مثلا ان هم يدونا خبر بنعد الاولاد ونجهزهم، بنشوف مين اللي ممكن يحضر معانا ومين اللي ممكن يجي معانا، وطبعا احتفاليات اليوم هتبقى شكلها ايه. طبعا كل ده بيبقى بالتنسيق مع المشرفين. طبعا بصراحة احنا مبسوطين جدا، سعيدين جدا باليوم دوت، يعني منسقينه. طبعا احنا تبلغنا باليوم دوت ونسقنا وشفنا الاولاد اللي هتنفع انها تيجي في اليوم ده. طبعا ده حافز للاولاد ان احنا نوديهم الاوبرا ويقعدوا ويشوفوا ويمارسوا انشطة هنا. دي طبعا دي حاجة بتحفزهم بعد كده في الشغل، يعني زائد طبعا الشغل بتاعنا في الجلسات. احتفالية الأطفال الأيتام شملت تكريم لعدد من حفظة القرآن الكريم، وكانوا مبسوطين، وكمان لمتهم الجميلة على الفطار الجماعي اللي تم تنظيمه بمشاركة الأطفال وذويهم. فرحانة عشان أخدت شهادة، عشان أنا حافظة كله، حافظة كوز عمة كله، وحافظة كوز تبارك كله، وكوس رابع. واليوم النهاردة كان حلو جدا، وكمان اتفرجنا وكلنا ورسمنا وقعدنا وكله كان تمام. هو اليوم جميل بصراحة، ونجد بسط عشان كان مع أصحابه وكده واندمج معاهم، ويعني
يعني كل فترة بصراحة المعهد بيطلعنا في مجموعات مع بعض وكده، والولاد بيتبسطوا في أجواء جميلة قضوا فيها الأطفال سهرة رمضانية متنوعة بالفقرات الفنية اللي بتقدم دعم نفسي واجتماعي وثقافي لتحقيق العدالة والاستدامة الثقافية. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.